هذا ايش جمل ذا؟ ها؟ جمل ايش؟ لا حصان، حصان هذا حصان. هذيك الابور تكفى يا ابو عبد الله تكفى. عليش بالعافية، عليش بالعافية، عليش بالعافية. دستور ذيك الابور ينحاش، يجي ما عليه ينحاش ذيك الابور. شو اجرب؟ يا الله بيبيني اجفل البل. يا الله عليكم بالعافية، عليكم بالعافية. لا تموتنا يا ولد. آه. عليكم بالعافية يا ولد، يا ولد اذكر الله. عليكم بالعافية. لا اله الا الله. قل لا اله الا الله. تفضل تفضل. ياكل ثام يا ولد، ياكل ثام يا ولد، ياكل ثام يا ولد. اي ثام يا، ياكل ثام يا حين، يجنني يا حين. اي ثام، اي ثام. بدا الموضوع كبر. لا خله 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 خله، ما عليه، خليك رجال، ما عليه. واخر يدك، واخر يدك، واخر يدك. عليكم بالعافية، عليكم بالعافية، عليكم بالعافية. هلا هلا هلا. تاكلني انا ماني داخل يا ولد. امسك. عليكم بالعافية. خليني اخش حمام اتروش كامل صيانة. وخرا دستور. عليكم بالعافية. اهم شيء الربع، لا تطعجون الربع. يمه يمه يمه. اهم شيء الربع. يا ولد يا لا يا لا. خلي خلي كذا، خلي لا سمعت، لا سمعت، لا سمعت. دستور تكفى. دستور، دستور الله يرحم والديك لا تموتني، الله يرحم والديك. الله يرحم والديك لا تموتني. واخرتك. لا تموتني. يا الله. ايش فيك انت منفس؟ تموتني طيب. يلا يلا يلا، خلا خلا، واخرتك 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 واخرتك. لا يعضونك، لا يعضونك. لا تموتني يا اخي، لا تموتني. لا تموتني، ايش فيك؟ اماش. اماش دستار. عليكم بالعافية. مش طيب. عليكم بالعافية. عليكم بالعافية. مش. دستار. دستار مش تكفى. مش تكفى الله يرحم والديك. دستار. حسبي الله عليك اللي يجي معك. أنا أعلمك يا دستار، والله أنا أعلمك أنا. خلاص. أنا أعلمك هذا اللي تبيه أخي حق أمي. أمزك 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 أمزك. يلا عليكم بالعافية. دستار شنو الحركات ذي؟ يا الله. وشو علي شوي من دمعة البين تمشي من الأقدام. والموت قدام ومي عادنا ينفرق اثنين بعدين. سهران وفيني النوم وجنبي هذا، والله لو تشوفوني شي لعب انت تقولون لي نزله. على العموم انا باقي لي تقريبا على الرياض 208 كيلو، اللي اتوقع ان احنا يعني قطعناه يمكن حول 30 كيلو. لا ما ادري كم. حلو بخارس. وين وين؟ خارس. ايش ايش ايش؟ خارس. احنا وين الحين؟ خارس. اول شيء باقي لها 45 كيلو، ثاني شيء اسمها خريص. 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 الله. بالله تعالى شوفوا اللعبة اللي يلعبها. لا اسألكم بالله شوفوها، صدق شوفوها. مركز. بالله شوف اللعبة. يا اخوي انا مروق يا اخوي، خلني العب واسع صدري. ما تخلي الواحد يلعب واسع صدر كله صراحة، خلاص. خلني العب يا اخي. هذا مو كان هالقطو اللي تكرر الصوت؟ ايه. الو صوت. الو السلام عليكم. صوت. الو السلام عليكم. انت ما تبيني؟ دقايق. يو والله توني ادري. انت ما تبيني؟ هذا ابو خالد الصغير. اصبر خلنا نسمع شو تقول. ابو خالد الصغير. شغل شغل، قل لها انت ما تبيني. انت ما تبيني يا القطوه؟ تبيني يا القطوه؟ يا ابوي في صح السالفه. شلون كذا تتكلم؟ قل انت ما تبيني؟ انت ما تبيني؟ شلون كذا تتكلم؟ انت ما تبيني؟ يا ابوي يا ابوي دقيقه يا ابوي، احذف اللعبه يا ابوي. تنصت. هات جوالك دقيقه. ايش فيك تستوعب؟ شوف حبيبي اخي انا مروق يا اخي. طيب دقيقه، تذكر ولا ما تذكر؟ اذكر. ايش قامت فالك 56؟ يا الله ما له دخل، ما فت، ما له طاري. تذكر ولا ما تذكر؟ ما اذكر. اذكر. ايه ايه ايه. طيب ماني مرجعها. طيب ماني مرجعها. انت انت عزمتني. ليه ما رجعت؟ لاني لك عزمتني يا اخي، خلاص تعبت. قلت هم اذا انا كفو. انت بتسمع الكلام ولا لا؟ طيب ايش فيك؟ طب انت بتسمع كلام. نزل يدك، نزل يدك، نزل يدك. ايه احترم احترم، تسمعني ولا لا؟
واخر يدك واخر واخر انا علمك بس واخر. انت بيها كذا صح؟ منزل الشنطة. لا والله لا والله لا والله لا والله كل مرة كذا يا الله كل مرة اي انتبه كل مرة يبي يرجع الحسا الحسا منك الله ياخذ بليزه توكل راح ما ابي امشي خلاص راح استو استابي خلاص ياخذ كل تنفس علي خلاص مو منفس عليك اركب خلاص اركب بعطيك 6 بعطيك 56 بعطيك 56 حول لي اياهم الحين تعال ما اعرف سوق قرا عادي ما يرجع لك المفتاح عادي انا عود انا سببها مشاكل معك هاي ما اعرف تعرفني قد الحاسب قد الحاسب امشي ما ابي مشاكل انا يا اخي بنروح الرياض كل المشاكل بالستور بتطفي عليه العداد وتطفي كل شيء خلي جزايا عزمك على 56 والله مو بعدنا والله الله ياخذني يوم اني قبلت العزيمه الله ياخذني ما الله ما يجي الا بالقوه تعال تعال والله ما يجي الا بالقوه خليك ساكت اسكت 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 ولا كلمة لين نوصل خلاص لين نوصل ولا كلمة تسمعني ولا كلمة لا أكرر لك سيناريو أبها تتذكره امش واسكت اسكت لا تتكلم لا تتكلم يا الله تمشي معي سيدة بمشي معك سيدة تقعد تزعجني تصرخ ايش تبي ذبحتني ايش تبي انا كنت بدور سيارة بروح الحاسة عادي ما ذلتك خليك مع البارد اللي بالقعوية ذا قويعية الله خلاص نزلني طيب ايش تبيني تبي فيني انت زعلت عليك انا خلاص ماني داخل زعلت عليك تبيني ارضى عليك جيب 56 وجيب فلوس الدي جي ماني داخل 75 و56 ريال 70 شو صارت 75 ما عليه 70 و56 هذا جزائي انت منفس طب ليش تعزمني ليش ما ادري انا ايش دراني انا غلطان مو بذنبي انا انت اللي دفعت غلطان والله غلطان يلا انا لكن امش طيب خلني ساكت حط السماعه تفيدني بس ولا اعرفك يا الله اتعرفني ولا اعرفك راح انا اوريك فكر ما ارجع الحاسه شوف لي تاشيره ما عليك اقعد لك انا ولا ما ذلتك يا شيخ خلاص اتكلم اقعد على السماعه تكلمني عشان ما تدور لي مشاكل خلاص طيب اكلمك جد خلاص امزح ممكن تسكت والله ممكن تسكت خلاص اسكت ما يصلح خلاص طب اسكت كله منفس صرخ بخالد عادي عنده ما تقول له شيء بخالد تخاف منه لو انا بس صرخ علي بس شيخ بس انا كده على جوالي احسن لي بس ناخذ لنا شويه مقاضي وش في خاطرك انت؟ شاي انا ايش ايش؟ ما ابي شاي ايش تكلمني كذا من طرف خشم انت؟ واخر يدك مسوي زعلان انا زعلان بروح الحاسب مسوي زعلان يا عمري ها؟ واخر يدك واخر نزل يدك دقيقة انت ايش فيك زعلان؟ ما في شاي طيب انت ايش فيك زعلان؟ ايش فيك زعلان؟ ما فيني شاي يا اخي انت تنفس علي من الطريق يا اخي احنا مو قلنا اليوم احنا مروقين اقول لك اعطني 56 ما تعطيني يا الله خليني اكلم بخالد طيب لا مين بخالد خوينا؟ اي بكلمه انا من متى الخوه يوم انك تكلمه؟ بكلمه طيب من متى الخوه؟ اشوف شو السالفه؟ اشوف ايش هو؟ بخالد وقلب احمر مو كان قبل كان فيس مدري وش معصب مدري ايش الحين يوم تصلحت العلاقه يوم جاب له هديه حط القلب الاحمر يا الله ابو خادم بلكك لا مبلكك ما في ابراج هذا جزاو جايب لي هديه مبلكني هذا جزاو جايب لي هديه مين اللي جاب الثاني خالد جايب لي هديه ليش يبلكني يا جا
حبيبي مش تبيني انت احنا الجاي هذا جزايا جاي اساعدك الحين. تعال يا ثور يا ثور ما حسبنا تعال تعال الله يرحم اثنين جابوك تعال 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 يا الله ما حسبنا ما حسبنا والله ما حسبنا يا سراق اللبن يا سراق اللبن انا وافر ما دفعنا اصلا ماني داخل انا فيك ادفع عم طيب طيب خلي الرجال يعني تعكر مزاجي تعكر مزاجي في الطريق وانا ما تبي نعكر مزاجي يا اما تكفى جبها خل نروح نحاسب الرجال بعدين خلاص انت حاسب طيب طب شلون اعرف بكم هذا كله يا الله ابو علي وين ابو علي هنا وين ابو علي خلاص راح حاسب راح طب شلون اعرف بكم يا قلبي خلي يا الله يا جماعه تخيل تفهمتوني ولا لا هذا شنو ما حاسب سم الله يقول امورك طيبه والله لبه روحه انا قلت تعال خلينا ندفع لبن امش خلاص يقول امورك طيبه والله احرجني خلاص راح خلاص بلاش راح ابو علي جيب لي جيب لي صرافه تكفى يا ابو علي كيف ابو علي على الجهاز على الجهاز اللي قال لي خذ اللبن مو بنا يا اخي بجي على الجهاز بطق يدك وخر